السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. هعرضنا النهاردة من قناة سوق العقارات شقة مميزة جدا، سكنية بتطل على شارع عمومي. شفنا بعض واجهة العمارة، وعندي هنا موجود ده المدخل، وموجود عندنا أسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. على شمالنا هنا دي الشقة خاصة بالجار، وعندي هنا دي شقتنا اللي فيها العرض. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجه بتقابلني هنا عندي ريسبشن كبير ما شاء الله، مربع متشطب كويس جدا، تشطيب فوق الممتاز، تشطيب جبسون بورد والوان هاديه وديكورات مميزه جدا. على يمين هنا موجود عندي مطبخ امريكاني، والمطبخ عندنا هنا من الداخل. ممتاز وجميل جدا جدا ما شاء الله. المستوى التاني اللي بيطلعني الغرف النوم والحمام، عبارة عن 3 درجات. على شمالنا هنا موجود عندي أول غرفة نوم، ممتازة جدا جدا ما شاء الله، مش هتبقى تشطيب هادي جدا. وعندي هنا دي الإطلالة بتاعتها بتطل عندي على الشارع. بعد منها مباشرة موجود عندي هنا الغرفة التانية، جميلة جدا وممتازة ما شاء الله، ومتشطبة برضو تشطيب هادي جدا. وعندي هنا دي الإطلالة بتاعتها بتطل على نفس إطلالة الغرفة الأولى، بتطل عندنا هنا على الشارع. قصادنا هنا موجود عندي الحمام، ممتاز وجميل جدا جدا ما شاء الله. نطلع مع بعض ونبص على البلكونة ونشوف رؤية الشارع. ما شاء الله عندي هنا بلكونة ممتازة ومساحتها كبيرة، وبتطلع عندي هنا على ناصية شارعين. ده شارع 10 اللي فيه السوق التجاري، شارع رئيسي. وعلى نهاية الشارع ده موجود عند البحر، شقة تبعد عن البحر ب10 دقايق مشي تقريبا. جميل وممتاز جدا جدا ما شاء الله. عندي هنا دي رؤية الريسبشن من زاوية تانية، ورؤية المطبخ من الأمام. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم،
عرضنا النهاردة من قناة سولة، قرأت في اسكندرية، شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا في الطابق التاني علوي، تاني طابق بعد الأرضي، العمارة عبارة عن 5 طوابق، موجود عندي أسانسير وحارس خاص للعقار، وشقة مسجلة في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكلمة العدادات كهرباء مميزة. احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 100 متر، السعر 370,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 19,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سولة عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل.